السلام عليكم أحبتي الكرام. إذا كنت جاد في تعلم اللغة الإنجليزية وبسرعة، أنت في المكان والوقت الصحيح. سوف نحفظ 10 كلمات مع أمثلة ومع مرادفاتها في هذا الكورس المميز إنجليزي سريع. سميته بهذه الطريقة، ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين. هو هذا حقيقة مشتق من الكورس ألف كلمة إنجليزية في دقيقتين، حيث نشرح كل كلمة على حدة، ولكن اليوم سوف نأخذ 10 كلمات ونشرحها بالتفصيل حتى نستفاد أكثر. للحصول على فائدة كبيرة من هذا الدرس والحفظ أكثر من 90% تقريبا من هذه المعلومات من أول مرة، خلينا نتبع الخطوات التالية اللي متعودين عليها دائما. Get ready، اجهز. Write all the phrases، اكتب جميع العبارات. So you need a notebook، تحتاج إلى كراس، حضر كراس و a pencil، واكتب بيديك العبارات والكلمات الجديدة. Say after me 5 times aloudly، كرر خلف العبارات 5 مرات لكل عبارة. Above، above الكلمة رقم 11، above فوق أو أعلى أو أسمى من. Above، above. اضغط إعجاب على الفيديو الآن واشترك وفعل زر الجرس حتى تصلك باقي الدروس بالتسلسل. Above، above. المثال على كلمة above: The above definition may be incorrect. التعريف أعلاه قد يكون غير صحيح. The above definition، التعريف الأعلى، التعريف definition، the above definition may be incorrect. كرر خلفي هذه العبارة بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد. The above definition may be incorrect. May be incorrect. التعريف أعلى قد يكون incorrect غير صحيح. Incorrect غير صحيح. ننتقل للمثال التالي. Nobody was treated above the rest. Nobody was treated above the rest. لا أحد كان يعامل فوق الباقين، أو يعامل يعني بطريقة مختلفة بهذا المعنى. Nobody was treated above the rest. لا أحد كان يعامل فوق الباقين. مرادفات كلمة above: overhead فوق، on على، over خلال. إذن هذه كلمة above. ننتقل للكلمة اللي بعدها except. except قبل، فهم، وافق، رضى أو صدق. except مثال في جملة: You should accept me as I am. You should accept me as I am. يجب أن تقبلني كما أنا. You should accept me. يجب أن تقبلني as I am. كما أنا. مثال بعده: You must accept that you made a mistake. يجب أن تقبل أنك ارتكبت خطأ. You must accept that you made a mistake. You must accept that you made a mistake. يجب أن تقبل أنك ارتكبت خطأ. حاول أن تكرر العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها. أما مرادفات كلمة accept: accept، agree يوافق على، understand فهم أو يفهم، believe يصدق، take قبل، say yes to accept. انتقل للكلمة اللي بعدها: across. كرر هذه العبارة معي حتى تحفظها. across بجانب، عبر، فوق أو نحو، أو تأتي أيضا من الجانب الآخر. From one side to the other of something. From one side to the other of something. من جانب إلى آخر. Across. تجي عبر أو فوق أو نحو. هيا لنكتشف أسرار هذه الكلمة في أمثلة. They lived across the street from one another. They lived across the street from one another. كانوا يعيشون عبر الشارع من بعضهم البعض.
كانوا يعيشون عبر الشارع من بعضهم البعض. حاول أن تكرر هذه العبارات بصوت مرتفع حتى تحفظها بشكل جيد، واكتب العبارات والكلمات الجديدة. They lived across the street from one another. إذا كنت طبعا مرات تشعر بالملل أو بالتعب، حاول أن تتذكر هدفك في تعلم الإنجليزية وثابر واستمر. الناجح فقط هو من يثابر ويستمر إلى تحقيق هدفه رغم كل الصعوبات. إذن هيا لنستمر. Their eyes met across a room. Their eyes met across a room. التقت عيونهم عبر الغرفة. Their eyes عيونهم met التقت across a room عبر الغرفة. المرادفات across towards نحو over فوق crossroads تقاطع طرق. الكلمة اللي بعدها account هذه لعلها الكلمة مشهورة، لكن اليوم راح نشوف شلون راح نقدر نستخدمها. account حساب، محاسبة، اعتبار، تقرير، رصيد، قصة، سبب أو قيمة، بيان بالأسباب أو أهمية. أخذت أكثر المعاني الموجودة لهذه الكلمة، لكن احنا نقدر نركز على كلمة حساب أو محاسبة أو اعتبار. خلنا نأخذ فلنأخذ مثال على هذه الكلمة. I asked him to put it on my account. I asked him to put it on my account. طلبت منه وضعه على حسابي. I asked him to put it on my account أو في حسابي. طلبت منه وضعه في حسابي. المثال الآخر لكلمة account: As with his son، كما هو الحال مع ابنه. His death was treated، عمل مع موته، as a matter of no account، على أنه أمر غير مهم، وهنا أتت بمعنى مهم أو أهمية. As with his son، his death was treated as a matter of no account. المرادفات، مرادفات كلمة account: calculation status، importance، and bill. كلمة according تبع وافق أو وفق، لا أما بين تأتي أيضا. according تبع لشيء معين. المثال في جملة: cook the rice according to the instruction. Cook the rice according the instruction. اطبخ الأرز وفقا حسب التعليمات. According مرادفات كلمة according: in the opinion of in proportion to بما يتناسب مع، allow سمح أو منح، in relation to المتعلق به. نأخذ الكلمة اللي بعدها: act تأتي بمعنى قانون أو عمل أو فعل أو عقد، وإذا أتت أيضا بمعنى مثل أو خدم، نفذ أو أدى. إذا أجت بمعنى verb يعني أجت بفعل، تأتي بمعنى مثل أو خدم أو نفذ أمر أو أدى دور معين، وإذا اسم تأتي بمعنى عمل أو فعل أو عقد أو قانون. act المثال الأول: The act to abolish slavery. العمل على إلغاء العبودية. The act to abolish slavery. العمل على إلغاء العبودية. We must act. يجب أن نتصرف. هنا أجت بمعنى فعل، بصيغة فعل. We must act before we are punished for moving too slowly. يجب أن نتصرف قبل أن نعاقب على التحرك ببطء شديد. We must act. يجب أن نتصرف before we are punished for moving slowly too slowly. إذا مرادفات كلمة act: rule قانون أو قاعدة، work doing، contract and represent.
كلمة اللي بعدها administration. administration كرر معي administration. administration 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 إدارة حكم أو قسم. هاي الكلمة مهمة جدا بالمصطلحات الأكاديمية أيضا حتى في الحياة العامة، إذا فلنحفظها administration. administration إدارة أو حكم أو قسم. The framers hold the administration responsible for the mess. يحمل المزارعون the farmers hold يحمل farmers مزارعون hold the administration يحملون الإدارة responsible مسؤولية المسؤولية for the mess مسؤولية الفوضى. المثال بعده the university administration took their demands seriously. أخذت إدارة الجامعة مطالبهم على محمل الجد. The university administration took their demands seriously. أخذت إدارة الجامعة مطالبهم على محمل الجد. المرادفات administration management management administration management judgment and section section يعني قسم. الكلمة اللي بعدها action. action عمل أو تصرف سلوك أو تأتي بمعنى معركة نشاط تأثير أو أداء. action action هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة الآن. an action for damage دعوة للحصول على تعويضات. an action for damage دعوة للحصول على تعويضات. The precise mechanism of the biological actions الآلية الدقيقة للأعمال البيولوجية of this plant لهذا النبات of this plant actions of this plant الأعمال البيولوجية لهذا النبات is not fully understood ليست مفهومة تماما تماما is not fully understood. The precise mechanism of the biological actions of this plant is not fully understood. كلمة action work behavior activity representative representative نائب عن activity activity. الكلمة اللي بعدها activity نشاط فعالية حركة أو حيوية. There has been a sustained level. There has been a sustained level of activity in the economy. In the economy. كان هناك مستوى مستمر من النشاط في الاقتصاد. There has been a sustained level of activity in the economy. كان هناك مستوى مستمر من النشاط في الاقتصاد. Physical activity is an equal partner in developing a healthy lifestyle. النشاط البدني physical activity هو شريك متساوي في تطوير نمط حياة صحي، يعني عامل أساسي ممكن نقول في تطوير نمط الحياة الصحي. Physical activity is an equal partner in developing a healthy lifestyle. Activity activity مرادفات هذه الكلمة action action كما مر علينا سابقا قبل قليل movement energy and motion. الكلمة 20 والأخيرة اللي راح ناخذها بهذه الحلقة actually 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 في الواقع فعلا في الحقيقة أو حاليا actually actually. هيا نكتشف أسرار هذه الكلمة. المثال الأول we must pay attention we must pay attention to what young people are actually doing. we must pay attention to what young people are actually doing. يجب علينا الانتباه إلى ما يفعله الشباب فعلا. we must pay attention to what young people are actually doing.
المثال بعده it was actually it was I was actually I was actually quite surprised that people were very eager to share their plans. لقد فوجئت في الواقع بأن الناس كانوا متحمسين جدا لمشاركة نباتاتهم. I was actually quite surprised. أنا كنت مندهش جدا that people بأن الناس were very eager كانوا متحمسين to share ليتشاركون their plants نباتاتهم. أما مرادفات كلمة actually actually in fact في الواقع actually quite فعلا actually honestly and actually currently حاليا. شكرا لكم على المتابعة، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم، كتبتم جميع العبارات وكررتم العبارات بصوت مرتفع حتى أتقنوها بشكل جيد. حاولوا بعد أسبوع، حوالي أسبوع تقريبا، مراجعة هذا الدرس، وهذا الشيء مهم جدا لتقوية الحفظ عندكم في ذاكرتكم ولتستفادوا بشكل جيد. ليس المهم الاطلاع على كمية كبيرة من الكلمات، ولكن الأهم هو حفظ أكبر كمية من الكلمات اللي تمر علينا حتى نقدر نفهمها، نقدر نستخدمها بالكتابة، وأيضا نقدر نتحدث بها عندما نريد المحادثة مع الآخرين. لذا كرر هذا الدرس مرة أخرى لتحفظ الكلمات باللفظ الصحيح وبالكتابة الصحيحة بشكل جيد، حتى ترى وتشاهد وتقيم نفسك أنك فعلا استفدت وحفظت أكبر كمية من هذا الدرس. شكرا لكم على المتابعة، استمروا بالمثابرة، في المثابرة والاستمرارية والتكرار شيء أساسي في تعلم أي شيء وهو أم المهارات. شكرا لكم على المتابعة، ولا تنسوني من صالح دعائكم. إلى اللقاء.